Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Hari ini kita dengerin cerita anak-anak penghafal Quran di Gaza yuk. Berapa sih hafalan Quran mereka? Dan apa harapan mereka di bulan Ramadan ini? Ana talib Muhammad al-Najjar, a'ish fi madinat Khan Yunis, ma'in, ablugh min al-umr 13 aaman, saf al-thamin al-i'dadi. Ana talib Ibrahim Sa'id al-Najjar, من الصف عمري 13 سنة هوايتي لعب الكورة. أنا طالب سليم إسماعيل سليم وفاطمة، أنا عمري 10 سنوات. أنا طالبة علاء علي النجار، عمري 10 سنين في الصف الخامس. أنا طالب ميار أحمد النجار، عمري 10 سنوات، وهوايتي المفضلة أن أصبح دكتورة، وأنا بحفظ من المصحف 3 أجزاء. إن شاء الله في رمضان بتكون من أهل القرآن، وأنا حافظ من القرآن الكريم 14 جزء، وإن شاء الله في رمضان سوف أختم القرآن الكريم. أتمنى لكم يكون رمضان فرحة وسرور، وأنا أحفظ من كتاب الله 13 أجزء، وأنا في الصف 13. أنا في رمضان بكون مخلص المصحف، وشكرا لكم يا أندونيس. شعوري في رمضان الفرحة والسرور، سأحفظ في الجرب الأندونيسي الكبير، وإن شاء الله سأختم القرآن الكريم، وشكرا لكم وجزاكم الله ألف خير. سلام.